الحرب الروسية الأوكرانية تتعثر وتتحول لمعارك استنزاف. موسكو تتمسك بمكاسبها في الميدان وتريد المزيد، أما كييف فلا حديث إلا عن توغل مستمر في إقليم كورسك. خريطة المعارك تتغير، أهداف جديدة لموسكو التي تكثف ضرباتها على مدينة سومي وتتجه نحو تحقيق المزيد من المكاسب في مدينة بوكروفسك. خطوة حقيقة خلفت حالة تأهب كبيرة من الجانب الأوكراني الذي يتجه نحو تنفيذ عمليات الإجراء القسري للأسر في المدينة، والتي يمكن القول بأنها أصبحت الهدف التالي للجيش الروسي. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد صعوبة الأوضاع على خط الجبهة الشرقية لأوكرانيا، ويأتي ذلك بعد إعلان هيئة الأركان العامة الأوكرانية عن 14 اشتباكا في منطقة توريتسك و34 في قطاع بوكروفيسك منذ بداية اليوم مع القوات الروسية. مساعي موسكو للسيطرة على المزيد من المدن والقرى الأوكرانية مستمرة، فبعد التوغل الأوكراني في كورسك، روسيا كثفت من وتيرة هجماتها في الشرق الأوكراني أيضا في دونيتسك، وأعلنت سيطرتها على عدة بلدات في الفترة من 9 إلى 19 من أغسطس 2024. كما نتابع أيضا في الخريطة، نتحدث عن قرية فيسيلي قرب مدينة بوغروفيسك، أيضا بلدة ليزيتشيني وإيفانوفكا، مدينة جيلانايا، مدينة أورلوفكا، ومدينة تيموفيفكا، وبلدة سيرجيفكا، وقرية سيفيريدونيفكا، وبلدة زاليدزني. في الأثناء، بدأت السلطات الأوكرانية عمليات الإجراء القسري للأسر في مدينة بوكروفيكس بشرق أوكرانيا، حيث يتم توجيه المدنيين نحو المناطق الأكثر أمنا مع تقدم القوات الروسية نحو المدينة، والذي قد يعرض قدرات أوكرانيا الدفاعية للخطر. سلطات المدينة قالت إن قرار الإجلاء هو ضروري، وإن الحفاظ على سلامة المدنيين هي أولوية، مضيفة بأن عدد سكان المنطقة الذي بلغ نحو 86 ألف نسمة قبل بدء الحرب أصبح 53 ألف نسمة لعدة أسباب أهمها التدهور الأمني.